إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. ولذلك في آخر السورة: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لما؟ إنه كان عليما قديرا. إن الله على كل شيء قدير، فهو قدير على ما يشاء وقدير على ما لم يشاء. فما لم يشأه هو قادر عليه، لكن لم يخلقه لحكمة، لأن مشيئته متضمنة الحكمة. ولذلك قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ختام الآية: إن الله كان عليما حكيما. ومما يدل على أنه قادر على ما لم يشأ، لكنه لم يشأ أن يخلقه لحكمة، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، لكنه لم يشأ أن يستأصل هذه الأمة بعذاب مهلك. وأيضا قوله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. أم شيء إلا عندنا خزائنه. ومما يدل على ذلك أيضا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولذلك الناس يختلفون، منهم الفقير ومنهم غير الفقير. فلو أراد عز وجل أن يكون الكل أغنياء لكانوا، لكن لم يشأ، وإلا فهو قادر على ذلك عز وجل. ومما يدل على ذلك: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل، لكن لم يشأ لحكمة. ولذلك في الآية الأخرى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، لكن لم يشأ عز وجل ذلك. فلا يعجزه شيء عز وجل.